يا شيخ في حجاج آدم وموسى عليهم السلام قال آدم لموسى أخيرا أفتلومني على أمر كتبه الله علي أو قدره علي نعرفها ما في غيره الله السابق أو ما في غيره أبدا. القدر هو ما سجله الله في اللوح المحفوظ افتحوا طريق للسيارة انتبهوا للسيارة ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ مما هو موافق للعلم الإلهي هذا هو المقصود ما في شيء ثاني. طيب إذن آدم هنا احتج بالقدر يعني هل يجوز الاحتجاج بالقدر؟ ما يجوز الاحتجاج بالقدر لكن يجب أن تلاحظ لأن هناك فرقا بين هذا الاحتجاج الذي حكاه نبينا صلى الله عليه وسلم لما جرى بين آدم وموسى وبين الاحتجاج غير آدم مثل قول المشركين ولو شاء الله ما عبدنا. الفرق واضح جدا وهو أن التحاجج الذي جاء في الحديث جرى في عالم غير عالم التكليف واضح؟ هذا أولا. وثانيا المؤاخذة جرت بعد أن تاب آدم عليه السلام وأناب كما هو في صريح القرآن بينما الاحتجاج بالقدر هو لتمرير وتسويغ المعصية بحجة أن الله يكذب علينا فشتان بين الأمرين. طيب يا شيخ اليوم الناس إذا وقع يعني حادث الإنسان بدون يعني فعله يكون هذا قضاء وقدر. طيب ما في تعبير آخر يعني بدل هذا التعبير؟ يعني مثلا إنسان عمل حادث بدون قصد وكله قضاء وقدر. كله قضاء وقدر لكن يعني ما في تعبير آخر نقوله؟ لكن المهم أن المسلم إذا ارتكب فاحشة أن لا يحتج بالقدر لكن كل شيء يقع فهو بقدر الله وقضائه ولا شك ولا ريب أبدا. طيب الذي يقع علينا يعني غصبا عنا كما يقولون كله قدر أي نعم. لكن بين قدر وقع للإنسان ويؤاخذ به وبين قدر يقع للإنسان هو لا يؤاخذ به كما نعلم جميعا تفريق بين قتل العمد وقتل الخطأ. فقتل العمد يؤاخذ عليه الإنسان في الدنيا والآخرة أما قتل الخطأ فلا يؤاخذ إلا إيش في الدنيا دون الآخرة. وهكذا كل المعاصي إما أن تقع باختيار الإنسان فهو يؤاخذ وذلك مقدر عليه بلا شك وإما يقع رغم أنفه وبدون اختياره فهو لا يؤاخذ عن ذلك.